أهلا بكم مشاهدينا في نشرة استدامة. شهدت مملكة البحرين مؤخرا أعمال المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ، والذي أقيم تحت شعار استدامة المياه وتحول الطاقة، الانعكاسات على دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث جسد هذا المؤتمر حرص مملكة البحرين على رفد المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية بما يسهم في تطويرها ورسم السياسات الداعمة لجهود المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية، بالإضافة إلى الخطط الرامية للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد خالد القطان، مهندس مشاريع أول بوحدة إدارة المياه في وزارة النفط والبيئة. مرحبا بك معنا في نشرة استدامة. بداية مهندس أحمد، شهدت مملكة البحرين مؤخرا المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ في دورته الأولى، حدثنا أكثر عن أبرز مخرجات هذا المؤتمر. في البداية بغيت أرحب بكم وبجميع المشاهدين في برنامجكم الكريم. طبعا مثل ما تعرفون قبل يومين تم افتتاح مؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ في دورته الأولى تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية، ونتقدم له بجزيل الشكر على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، وبالإضافة إلى أن نتقدم الشكر لسعادة الدكتور محمد بن دينة وزير النفط والبيئة على تبنيه لفكرة المؤتمر ومتابعته الكريمة في إعدادنا للمؤتمر منذ بداية مراحله. طبعا المؤتمر كان يهدف، الهدف الرئيسي من إقامة المؤتمر هو لمناقشة أبرز التحديات في المنطقة، خصوصا تركيزا على قطاع المياه وقطاع الطاقة وشلون العلاقة اللي تصير بينهم مع تغير المناخ. طبعا بالإضافة إلى عرض أفضل الفرص المتوافرة من خلال التركيز على 4 نقاط أساسية. أول شيء اللي هي السياسات وشلون ممكن أن احنا نطور فيها على أساس أن تواكب التطور الحالي اللي موجود. النقطة الثانية اللي هو شلون ممكن أن نحصل على تمويل مستدام لهذه القطاعات، والنقطة الثالثة التقنيات العالمية الحديثة وشلون ان احنا ممكن ان نتبنى بعض الافكار ونجيبها للمنطقة، والنقطة الاخيرة اللي هي افضل الممارسات والاستدامة وكيفية الحفاظ على قطاع المياه والطاقة. طبعا المؤتمر كان منقسم على 3 ايام، كل يوم كان الهدف كان يركز على نقطة معينة. فأول يوم كنا نركز على نظرة شاملة على مفهوم الاستدامة في قطاع المياه والطاقة، فكانت أبرز مخرجات هذا اليوم أن نوصل المفاهيم اللي بغينا يعني نوصلها للمشاركين في هذا المؤتمر. نعم. والنقطة الثانية واليوم الثاني كان يركز على منتدى تكنولوجي تحت شعار تمكين مستقبل مستدام للمياه والطاقة، فكان فيه عرض أفضل الفرص المتواجدة في المنطقة للتقنيات الحديثة التي تواكب الاستدامة وتوفر الاستدامة للقطاع المياه والطاقة. والنقطة الثالثة واليوم الثالث كان هو منتدى شبابي تحت شعار تمكين الشباب لاستدامة المياه والطاقة، وكان فيه عرض لأفضل الفرص التي كانت تبنتها المنطقة للشباب، وكيف استطاع الشباب في أن يزرعون بذرتهم في هذه القطاعات في قطاع المياه والطاقة. نعم. في الختام كان عندنا بعض الورش اللي كنا احنا نهدف فيها أن نبني فيها القدرات للمشاركين لمفهوم العلاقة بين المياه والطاقة وتغير المناخ، فكان هذه أبرز مخرجات المؤتمر. نعم مهندس أحمد، لو تحدثنا عن دعم مملكة البحرين للمبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة المياه. طبعا البحرين كانت ولا زالت حريصة على دعم أي مبادرات تهدف إلى استدامة مواردها. طبعا من أهم الموارد الموجودة عندنا احنا في البحرين هي المياه. نعم. وكان دليل على حرصها أن تم إنشاء مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة،
بالإضافة إلى تم إنشاء استراتيجية وطنية للمياه تتضمن مختلف المبادرات التي لها علاقة بالمياه التي تضم جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه، كوزارة الأشغال، كوزارة البلديات، هيئة الكهرباء والماء. كل هذه المشاريع تكون تحت هذه الاستراتيجية الوطنية. وفي الختام يعني حرصت البحرين على الحصول على دعم من تمويل على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، عملت على الحصول على التمويل من عام 2017. نعم. والذي يهدف هذا التمويل يهدف إلى إنشاء مشروع يعمل على تعزيز مرونة قطاع المياه من آثار تغير المناخ. وتكون هذا المشروع طبعا من 4 مبادرات أساسية رئيسية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المؤسسية للقطاع. وهذه المبادرات الأربع هي إنشاء منصة وطنية شاملة لقطاع المياه، والمبادرة الثانية هي إنشاء نماذج رياضية تساعد صناع القرار على اتخاذ القرار من خلال تحليل للبيانات الموجودة. نعم. وتعطينا نتائج على آثار تغير المناخ على قطاع المياه المستقبلية والحالية. وثلاثة طبعا ما ننسى احنا القدرات الوطنية الموجودة، فنعمل على بناء القدرات الوطنية المؤسسية من خلال مشاركتهم في شهادات احترافية وجامعات متخصصة في قطاع المياه. وطبعا ما ننسى احنا ان لازم ان من فترة لفترة نعمل على حملات توعية ترشيدية لأهل البحرين ان كيفية شلون ممكن ان احنا نرشد المياه وشنو أنواع المياه اللي هي موجودة في البحرين، لأن ترشيد المياه ما يصير لازم يكون بتكاثف جميع الأياري. نعم. فهذه كان أهم دعم البحرين للمبادرات الرامية في الفترات الحالية والسابقة. نعم، السيد أحمد خالد القطان، مهندس مشاريع أول بوحدة إدارة المياه في وزارة النفط والبيئة، شكرا جزيلا لك. تسعى مملكة البحرين بشكل مستمر على تعزيز سياحتها المستدامة والنهوض بها، كونها وجهة مثالية للسياحة المستدامة في ظل تنوع خدماتها ومنتجاتها السياحية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي التي جعل منها وجهة سياحية جاذبة للزوار. لطالما لفتت مملكة البحرين إليها أنظار السياح والزائرين بما تمتلكه من إمكانيات وعناصر جذب سياحية طبيعية عززت من سياحتها المستدامة من خلال سعيها المستمر في تطوير المشروعات والمرافق الخدمية التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي المستدام فيها، بما في ذلك إطلاق استراتيجية خطة قطاع السياحة للفترة 2022-2026 لتنفيذ عدد من مشاريع السياحة الوطنية الكبرى. هذا وعملت كافة الجهات ذات العلاقة على دعم وتعزيز السياحة المستدامة في مملكة البحرين، وحققت جملة من النجاحات في هذا المجال من خلال عدة مبادرات رئيسية، من ضمنها إنشاء محميات بحرية لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون من قطاع السياحة، بالإضافة إلى تشجيع السياحة البيئية والثقافة المحلية والحرص على تدريب العاملين في قطاع السياحة على ممارسات الاستدامة والترويج للسياحة المستدامة. وبعد تحقيق مملكة البحرين لعدد من المبادرات والمشروعات المستدامة الجاذبة للزوار والسياح، ها هي جهود مملكة البحرين مستمرة في جعل المملكة وجهة سياحية مستدامة ونموذجا يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تطوير قطاع السياحة لديها بطريقة مستدامة. مشاهدينا، للحديث أكثر حول موضوع السياحة المستدامة يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد علي أمر الله، الرئيس التنفيذي لشركة فيزيت بحرين. مرحبا بك معنا في نشرة استدامة. لو تحدثنا أكثر عن أهمية السياحة الصديقة للبيئة والمستدامة في مملكة البحرين. مسك الله بالخير أخوي محمد وضيوفنا الكرام على قناة تلفزيون البحرين. أكيد اليوم مع التبدلات المناخية
الكبيرة اللي قاعدين نشوفها حول العالم، صارت قضايا البيئة والاستدامة مهمة جدا، تأثر على واقعنا ومستقبلنا بشكل كبير، وعلى كل القطاعات بما فيه قطاع السياحة أيضا. ومعروف أن السياحة هي مورد دخل نظيف ومتجدد، مو بمثل القطاعات الأخرى ممكن تكون ملوثة بالبيئة أو قابلة للنفاذ مثلا. ومن هنا أصبح هناك تركيز عالمي أكثر على أن السياحة المستدامة من خلال الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، وأيضا من خلال منظمات الدولية مثل منظمة السياحة العالمية. استدامة القطاع السياحي يعني الحفاظ على المقاصد السياحية وبل تنميتها. وعندنا الحمد لله في البحرين نشوف اهتمام كبير بهذا الجانب بجهود الحكومة الموقرة، وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة. بل على العكس، المقاصد السياحية في البحرين يتم تطويرها وصيانتها عام بعد عام للحفاظ على مكانتها السياحية والتراثية. وبغيت أضيف أيضا، التحول للسياحة المستدامة يساعد على جذب عدد أكبر من السياح والزوار للمملكة البحرين، وخاصة أن نشوف السياح يهتمون اليوم بالحفاظ على البيئة ويختارون جهات سياحية تحافظ على البيئة والاستدامة. نعم، السيد علي أمر الله الرئيس التنفيذي لشركة فيزت بحرين، شكرا جزيلا لك.